جايين في المصيف بقى وبنصيف، ما تحبش الروايح بقى ولا الكلام ده؟ فبنتعشى حاجات خفيفه الساعه الوقت 2:30 بالليل، فبنتعشى حاجات خفيفه جدا جدا، حاجات هيلسي كده. دي شرطه ان بقى دي ملوخ، دي رنجه، ودي بطارخ. بصوا يا جماعه، ده بصل. واحنا عند فتح الله شفت المنظر ده زاد في عينيا، قلت لها والله احنا متعشين رنجه دلوقتي. لا استنى نبدا الفيديو، احنا ما بدناش. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ وحشتوني حبات كده اهو. ما تنسوش تنزلوا تشتركوا في القناه وتعملوا لايك، ولو ما اشتركتوش وما عملتوش لايك. النهارده عاملين تحدي غريب مريب الساعه 2:30. ده بطارخ رنجه، بطروخ بتبقى معموله بزيت الزيتون وكده، ودي رنجة. بصوا بصوا بصوا، انا مش هحبش انت كبير. ليه ليه؟ دي رنجة. نعم. الحاجات دي احنا جايبينها مخلية كده عشان احنا في المصرف. انا اخدت دي. فاحنا النهاردة ناس رقيقة شوية. احنا الناس رقيقة اصلا، احنا ناس رقيقة بطبعنا. بس انا ما زعلنيش من كل حاجة غير اللي عايزه. الرغيف بجنيه. الرغيف ده بجنيه، فبقول للراجل ازاي يا عم بجنيه؟ قال لي يا عم بجنيه، انت ما انتش من هنا. انا شوية ما انتش من هنا. من هنا اسكندراني بقى. فالمرت لا انا من ضمنت احنا عندنا ال 20 رغيف بجنيه. قال انت بتتكلم جد؟ قلت والله الرغيف قد ده ثلاث مرات وبجنيه، ال 20 بجنيه. مش مصدق ان ال 20 بجنيه. فتعالوا بقى كلوا رنجه معانا، احنا عاملين تحدي مع بعض. هو ما عرفوش، بس المهم ناكل رنجه بالليل وبصل كده الساعه تاكلي. بص يا ولد، تاكلي بقى بصلايه كده الساعه 2:30 بالليل. طبعا جوزك لو ما سابلكيش القريه السياحيه كلها ورجع بلده. سابها له انت. ابقي قبلي. عايز ايه نزيل؟ اه نديم بتاكل جبنه سندوتش جبنه رومي وشيبسي، وقرفانه وخارجه بعيد عن هنا وهنقوم قافله البلكونه، وقافله البلكونه. بطروخ محترم. دي رنجه مخليه. دي فيها بطاريات يعني شو؟ ماشي. ما تقدرش تاكلها ابدا. شفت المصر حلوه؟ العشوة حلوه حلوه. بجد؟ بصلاية؟ رنجة حلوة؟ جنبك. انا ما بحبش البطاريق، انا بحب الرنجة بس. مش تعملي لو ما كانت كفايه حته الرنجايه؟ صحيح. ها؟ صحيح. كفايه رنجايه كده، قوم حاطه عليها ايه بقى؟ بصلايه. كتري بصل ليه بقى؟ عشان جوزك يحب ريحته. سيب المصيف خالص ويخرج. لازم ياكل معاه. امسكها كده اهو بقى. دنيا تانية. ايه اليوم ده لازم تعملها بلوله. ده غير العشب جنيه. خلينا نبدع اللقمه. ايوه انت عايز اقول لك حاجه بس ما تزعلش. هو انت مش عايز اليوم جاينا كده؟ ازاي؟ غالي قوي. لا غالي قوي عشان مخليه. بس غالي قوي قوي يعني. انما الرنجة التانية عاملة 35 جنيه و30 جنيه. ده ب 160 جنيه. ده عشان مخليه، احنا جايبينه عليك. احنا جايبينه 12 جرام. ليه؟ قطماية؟ رحت للراجل اديته له 100 عيش؟ قلت له والنبي بس بقي. حط لي حتة رنجاية هنا. لا استنى اما اضحكه. بشتري لانشون، فانا انا عايزه لانشون بالبسطرمة، فما لقيتش في حلواني ان لانشون بالبسطرمة. فالراجل قال لي في نوع تاني مش عارفه اسمه ايه، لانشون بالبسطرمة نوع تاني اللحم باين. لا فما اعرفش اسمه ايه. فالمهم جاب لي قطعه حته كده بالبسطرمة فدوقها لي، قلت له ده خلاص حلوه، فجاب لي. بعدها بشويه قال لي في عندنا نوع شيء ده الحلو، فجاب لي قطعه دوقها لي. هو النبي رغيف عيش بقى واتعشى معاك وتبقى عزيمتك. اه والله. بصوا بقى، بصوا 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 الاكل جامد. طبعا الاضاءه وحشه والتصوير وحش، والاضاءه ممكن تكون جايه لكم بالشمال. حلوه بالصلاه على النبي. بس ايه؟ مصيف. ده الموجود دلوقتي. اه. احلى حاجه في فتح الله تطلع عند قسم العطار. بتلاقي الناس كلها قاعده تاكل بتدوق. انا طلعت ظبطت الدنيا. معايا اتعشى النهارده. معاك الصلاه. حلوه بس حاجه اشهر. كوي بطرو اشمعنى؟ ملح 10 على 10 بتاعتك اللي مالحه فعلا سنة. لو انا ما اقدرش اقول لي انها لا يعني عادي بالنسبه لي، انت ما بتحبش حاجه مالحه. انا عشان ضغط عالي شويه
ده قر عليا مثل عشان ضغطي مش عالي؟ الحاجة دي الحاجة الحادقة بتخلي دماغك تصدع بسرعة. إنما النشوة زي الضرب ما بيجيبهاش حاجة. مين؟ أنا بهزر. دي الخريف أنا بهزر. والله يا نشوة لو أخدت بطيخ من ده. يا بنت هودين. اسمع كلامي. يعني هي بتاعت الحلقة؟ لا بتاعت الحلقة برضه. ما كنا معمولة في حلبة واحدة. في حلبة واحدة؟ علبة. حلبة. ما تعديش الكلمة أبدا. معلش. رخمة. لا لا معلش حلبة واحدة إزاي؟ حلبة حصل. هما بيعملوا رجل في حلبة؟ ترمس. بتاعتي أنا شحتها من الراجل، الراجل دي كان مزوق الطبق بتاع الرنجة بقرن فلفل حامي كده. قلت له النبي حطه على الطبق بتاعي. مش حرب. اهو. جد؟ مصيف قال لي ناكل فين انت؟ ما الناس اللي بتتعشى بيتزا؟ انا شفت منظر الباترينا بصراحه عند فتح الله جوع، والله بجد. الباترينا المخليه. الحمد لله سمعت. الرنجة المخليه. الباترينا. انت بقى مش عارف تتكلم عليك خرفتك والله ما نمت الباترينا المخليه ما نمتش انا هنا من ساعه ما كنت عملت دلوقتي ما نمتش يعني انت ما نمتش كنت بتتعذب عنده رنجه المخليه والسردين يا الباترينا المخليه بقى بيحطوا عليها حلفه والسردين المخلي وانواع كتير والفسيخ حاجات شكلها حلو قوي هناك بس احنا ما لناش في الفسيخ احنا في الرنجه ولاد نازلينها في الرنجه بنقص انا ولاد نازلينها؟ كم على نفسك؟ انا عايزه انبهك بخبر حلو قوي ايه ما فيش صوت اتفرجوا وانتوا ساكتين شو مش معنى حد قوي طب ما تغيرين شو كل واحد تاني ده خلاص خلصت بتدفق عليها قوي النهارده لا غلط غلط عليها جميل لك قول غلط عليها ليه؟ يا بقى ما شفته بقى بتروح وانت ماسك المنديل وكده بالصلاة على النبي او دي ماسكها من قفاها عابطها عابطها دي جايه من العبط ما بحطش ليمون يمكن بيحدقوا اغسلها تحت الحنفية غلبان انا عايزه يعني جلكي الميه بعد الرنجة دي تقدر تشوف انت تكون حاجه دي ما تشوفي جاي بقى تحت عشان ما هوش مكانك تحت شفتش انا على المكان ساكتين ليه؟ بس انتوا رايكم في الخلفيه بتاعتنا؟ لا والله المكان هنا فعلا جميل قوي بجد احنا بنفكر نمد احنا كنا نقعد 10 ايام اه خلناهم شهرين علي قال لي بقى لا شغل ولا حاجه ان شاء الله جوز ايام جوز ايام جوز ايام جوز ايام من شد الروح مين ها روح واحد روح سيبنا الراجل بعد مش عارفه دي الرنجة دي هتبقى على السيخ سيخ؟ لقطة من الرحلة الهوا دي صح؟ والله تحس ان هو في سيخ وداخل حفلة تنفرية مش عارفة
النمل ده انا اوريكم بقى بس مش انتم مش انتم يعني الفيديو ده يخلص اتفرجوا على الفيديو تاني. اعمل لكم حاجه قاعده صوت البحر وصل لكم؟ طب ريحته؟ ريحته ايه؟ لا مش ريحته الناس لازم بص انا هنصحك نصيحة انت لازم تتعشى حاجات خفيفة زي حاولوا قالوا لنا في الاخر زبادي بليمون نامي خفيفة ما يتعشيش خالص انت الساعة 2:30 ده حرام قوي هناك وده عيش ابيض ده كان وشك ليه تاني كده احنا بنعالج النحاس وشك وشك هتقوم من النوم تلاقي وشك تاني كده لو جوزك سالك وشك عامل ليه كده قول انا عامله بوتوكس لا قول له خيرك لا بوتوكس خيرك بوتوكس ده ايه؟ شتمك اللي بنقول شباب فيه اللي هو بعملهم لا والله والله بتلاقي كلهم عاملين كده كل البنات اللي عامله بوتوكس ده تلاقي عامله كده ده ليه بقى عشان المعطره دي هي كانت كل ما الواحد عمل كده تبقى حاجه يعني تخرج مثلا دي يعني لو انا عملت بوتوكس ده يبقى حلو ما هو عملت كده انت عامل بوتوكس طبيعي تيجي في البنك الناس دي زيك مني انا مش بعته اصلا مش شايف الا كمان انا بس انا والله مش بعته ده هي حاجه بصراحه طعمها حلو جميل بس حاجه هو بصور حالا كنت ما بتصورش طب استنى انا مغلق انا بقى فاتحه الفيديو يا جماعه بس حد ازاي بالسماعه والله صوت الكرسي عشان الناس ممكن دماغها تروح كده ولا كده مفكرات ترابيزه. مش عارف ايه. مش عارف ان حد بيقول بيحب ياكل حاجات لسه بصور؟ لا امين. ما انا جاي بره. تعالى نروح. يلا الف سلامه يا جماعه باليد النظيفه الف سلامه. انا مش لاقي يد نظيفه. محدش عنده يد سلام. نادين. افتح ابوك يا ناد افتح ابوك يا ناد دي راح ابوك مين؟ نادين لما تشوف بقى حاجات دي بتيجي عشان تتفنن سلام انا هتعرف افرقوا على الحلو شوف فيديو تاني افرقوا على الحلو دي خد يا نادين حته درينك يا بابا